نشر موقع الخليج أونلاين تساؤلات حول سعي لندن إلى إصدار قرار أممي جديد لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال السفير البريطاني الجديد لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم إن هناك حاجة إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن. صحفيون قالوا للموقع إن بريطانيا تسعى من خلال التلويح بقرار أممي جديد فيما يخص اليمن إلى إعادة خريطتها إلى التي رسمتها مع الإمام عام 1934، والتي شطرت بها اليمن إلى شطرين واقتطعت منه المناطق الغنية ووزعتها على دويلات العوائل الحاكمة ضمن خريطة اليمن الطبيعي. الصحفيون أضافوا أن القرار الذي تسعى خلفه لندن يعطي الجماعات الطائفية والجهوية حصصها من اليمن، ومن المهم إعادة خريطة التشطير البريطاني لليمن، وهذا ما يريده من القرار الجديد لكون القرارات السابقة برمتها حثت على الحفاظ على الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.